السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنوريكم طريقة التأسيس الصحيحة من البداية للنهاية خالص. هنبدأ دلوقتي أول حاجة مرحلة الصنفرة. بسم الله توكلنا على الله. طيب أنا الصنفرة الأسمنتية لما يكون الحيطان على الأسمنت أو على البحارة أو على الياسة زي ما بيقولوا، بتني حتة زي كده تمام، وببدأ بالقص أقصها من هنا وببدأ أصنفر بديت. طبعا في ناس بتشتغل بالحجر، بس انا حسبت لك اللي دي احسن لما هتشوف دلوقتي الرمل اللي بيجي على الارض عامل ازاي. يلا طبعا بتمسك دي كده بايديك وهتبدا تصنفر 70 سنتي الرمل اللي على الارض. بص عايزك تعرف بيدور الرمل على الارض. شايفين يا جماعه هنا في رمله وانا بصنفر نفس الكلام كده. كده الرمل خلاص طلع معايا بقت ناعمه. طيب قرب لي كده على الارضيه هنا بعد اذنك. شايفين الرمل اللي احنا عملناه دلوقتي كان هو اثبات للناس اللي ما بتشتغلش بالسلك ده، هو رخيص جدا تمام، ان هو بيشيل الرمل بسهوله البارد على الياسه او على النهار. هنبدا صورتنا زي كده واحده جنب واحده. تمام دي الخطوه الاولى، انتظرونا الخطوه الثانيه. الخطوه اللي بعد كده يا جماعه هتبدا تكنس الجدار بتاعك بنفس الطريقه اللي انا هكنس بيها دلوقتي كده، عشان لو في حبايه رمل لسه موجوده تقع منك على الارض. تمام دي خطوه رقم اثنين، انتظرونا الخطوه رقم ثلاثه. الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه بتعتمد انت هتشتغل نوع المعجون ايه. تمام يلا تمام. لو انت هتشتغل معجونه من دي اللي هي البودره اللي هتعملها زي ما احنا هنشتغل، يبقى الحيطان عندك مش هتاخد اساس، عشان في ناس بتغلط وبتعمل اساس تحت المعجونه دي. اي معجونه بودره زي كده تشتغل على طول مباشر. اما اذا المعجونه بتاعتك زي دي كده اللي هي المعجون العادي، فده لازم تدي اساس على الحيطه. الاساس عباره عن بلاستيك مطفي او اساس مائي. تمام يلا هنشتغل من ده ترونه. طيب ناس كتير بتقول لي اللي ما بيكونش معاها الدريل ده، هل ده مشكله؟ لا مش مشكله، وانا برضو هعتبر نفسي اللي انا مش معايا الدريل. تمام هنجيب ميه الحجم اللي انت عايزه، ربع العبوه نصها مفيش مشكله، وهتبدا تاخد زي كده وتنزل بالطريقه دي كده. تمام يعني ما تكبهاش مره واحده كده، مره واحده كده لما يكون معاك الدريل، لكن هنا زي كده. ويفضل يكون اثنين، واحد بيفضي المعجون البودرة والتاني بيقلب على طول بنفس الطريقة دي كده. طيب الناس اللي بتسألني أفضل نوع معجون زي كده، عندك أفضل نوعين الماتريكس والفوتونايت، دول أفضل نوعين أنا بشتغل بيهم. بعد ما خلصت زي كده ممكن سعادتك تجيب عصاية وتقلب بنفس الطريقة دي كده، وتبدأ بالزيادة بقى وانت بتقلب زي كده. وبدأ طريقة المعجون. تمام خطوة الأولى هتبدأ تاخد حتة معجونة زي كده تمام، هتحطها في نص الكف. أنا هبدأ معاك بالراحة، وهتبدأ السكينة الأولى أو الطبقة الأولى هتكون بالطول بنفس الطريقة دي كده، وترفع لفوق وتبدا تلم بالعكس كده. بعد كده ممكن تظبط معجونتك لو انت لسه جديد تاني في النص هتطلع وتنزل. تمام يهمني جدا الصد رد باي طريقه مهما كانت. تمام في ناس بتشتغل بالعكس، بتفرد زي كده مثلا كده، وترجع تعيد على الكف تاني كده، وترجع تلم فوق برضه طريقه صحيحه. تمام ما دام بتعيد صد رد طريقتك صح. طريقتنا هترفع زي كده وتلم فوق، ترفع تلم
طيب في ناس بتقول لي بيكون ما بينها حروف ما بين المعجونه والمعجونه، ايه الحل؟ حل بسيط خالص، الكف بتاعك طبعا ده كف يلا اشتغلناش بالجديد اشتغلنا بالقديم، تحط صوابعك كده تفردها وهترجع بالراحه الهواء بتشيل الحروف بتاعتك تمام. تاني برضه في ناس بتسحب من تحت لفوق، من تحت من هنا او من هنا برضه براحتك، طريقة شغلك واحدة، تفرد الحروف وتلم اهو. انتظرونا الخطوة الثانية اللي بعد دي. الخطوة الثانية في المعجون. هتحتاج أي كف زي كده قديم أو سكينة، تمام؟ مش هنصنفر بقى. هتبدأ بنفس الطريقة دي. واحدة جنب واحدة، ممكن بالطول، ممكن بالعرض. أنا شوية معلم. بعد ما تخلص الجنب بتاعك كله، بعد ما تخلص الجنب كله هتبدأ بقى تشتغل الطبقة التانية في المعجون بعد ما خلصنا كده، تمام؟ لما نسيبها المكنسة يا جماعة، أنا عشان ننظف ونخلص نفس كده عشان تخلص لو فيها أي حباية رملة تطلع معاك تنزل. هنبدأ بقى نسحب المعجون. الفرق ما بين الطبقة الأولى والطبقة التانية إن إحنا بنضيف، هنبص شوف الجو، بنضيف غطاء أصفر عشان المعجونة تظهر لك، تمام؟ فأنت لو نظرك كويس وهتشتغل عادي مفيش مشكلة، لكن أفضل إنك تضيف الغطاء الأصفر ده. طريقة شغلنا بقى، أرجع أسكر عليه، بتسحب العرض بنفس الطريقة دي كده، واحدة كده، الطبقة واحدة، طيب؟ انا هحاول كمان برضه اهدي شويه عشان يبقى. بص يا سيدي، تجيبها في النص زي كده، تمام؟ تبدا تسحب كده بالعكس، بديك بترد كده، شايف؟ انت ماشي كده واحده تحت واحده. معقوله خلصت، هتاخد لك حته ثانيه برضه تحطها في نص الكف زي كده، تمام؟ تبدا ثاني اهو. هتحاول تخلي فيه سمك وانت بتفرد، سمك قرب يا محمد عليه شويه بس كفايه. هتبدا بقى تلم زي كده العكس، تاني هنعمل لك هنا. طبعا ممكن تزود مساحه ايدك زي ما انت عايز بنص الكلام، بس انت عشان تجيب مش هتقدر تشتغل كده، تمام؟ وانت تشتغل انت على قدك. وفي حاجه ثانيه عايز اقولها لك مهمه جدا، الزاويه كتير ناس بتغلط فيها. يلا بينا على الزاوية. طيب الزاوية ما تجيش سعادتك في الطبقة التانية تسحبها لي كده. ناس بتبدأ تستسهل تسحب كده، تمام؟ ويجي يسحب السكينة التانية كده. يكمل زي كده. يبقى أنت كده غلطان. أقل لمبة في السقف أو في الزاوية هتبين لك تضليعة هنا، تمام؟ أنت لو عايز تسحب كده برضه زي كده من هنا مفيش مشكلة، لكن هتبدا باستهالة كده في الاتجاه اللي احنا شغالين فيه، بمعنى انك لو هتشتغل عرض يبقى كله عرض، ولو هتشتغل بالكف هتبقى بالزاويه زي كده من هنا كده، تمام كده. حابب تاخد سكينه بالعرض تاني زي كده خد عادي، بس هتسحب كده هتنيمها زي كده ما تخليهاش بالطول، تمام؟ دي الزاويه. يلا انتظرونا الخطوة التالتة. طريقة السحب انت بتفرد كده، تمام؟ وبترجع عدل زي كده، تمام؟ اهو ركز، تفرد كده اهو، رجع وتبقى كده.
عايزك تقرب عليا شويه محمد من فوق، استنى هنزلوك تحت شويه. بص اشوف ايه، اسحب كده الرجعه ده خط مستقيم، ما بجيش اعوجها. في ناس بتفرد كده، في ناس بتعوجها كده، لا مش عايزين العوجه دي، عايزين خط مستقيم كده. تمام؟ اه بنفس الطريقه تاني اهو كده. تبدا من اليمين، تبدا من الشمال، كل مره في الطريقه دي كده. تمام؟ يلا. طيب الطبقه الثالثه هتبدا برضه نفس النظام، بالكف بتاعها تنظف الجدار. في حاجه مهمه جدا عشان الناس اللي في مصر وفي السعوديه، المعجونه اللي احنا شغالين بيها حاليا اللي هي الماتريكس او السفيتو بتاعت السعوديه، تقبل اللي هي تاخد معجون جاهز لندوي او معجون جاهز بدون اساس. يعني سيادتك لو اشتغلت بنوع معجونه ثانيه غير اللي شغال بيها لازم تدهن اساس قبل السكينه الاخيره. تمام؟ يلا تفرجونا بقى طريقه الشغل. نبدا ناخد حته المعجونه بتاعتنا زي ما متعودين، نحطها في النص. طبعا طريقه شغلنا نفس السكينه الاولى، نفس الطبقه الاولى. هتبدا تفك عدل، تفرم زي كده، تمام؟ تلم العكس اهو، هجرب تفرم، تمام؟ تلم العكس على يمينك خالص، تظبط معجونتك في النص، تفرم تلم اهو، تظبط معجونتك. طبعا عايز تشتغل بسرعه مفيش مشكله زي كده اهو، بس انا معاك انك تشتغل بالراحه. بعد ما عملت جزء هتبدا بالراحه كده تشيل اي حرف. تمام؟ بعد ما بتخلص الطبقه الثالثه تابعونا الخطوه اللي بعد كده. بعد كده هتبدا تجيب الصنفره 180 او 220 صنفره لعمل، وهتبدا تصنفر الجدار بتاعك. تمام؟ كله وايدك كده، ايد محطوطه وايد ماشيه. ايدك ديت بتشوف اي حاجه فايته منك او حاجه مثلا فينا حاجه اهو بطلع منها على كده وانا ماشي كده. ايدي ديت بتدور على الحاجه الخشنه والثانية بتصنف. تمام؟ لغاية ما تخلص الجدار كله أو الغرفة بتاعتك، بعد كده هتكنس بالمكنسة أو بحتة قماشة وهنبدأ الدهان. يلا تابعونا. خطوة الدهان بقى. الدهان بتاعك بتخفه بنسبة 20% في الطبقة الأولى، تمام؟ ولازم يكون مطفي. يا إما تشتغل أساس، يا إما تشتغل سيلر، يا إما تشتغل بلاستيك مطفي. أي حاجة من دول ينفعه. لكن ما ينفعش تشتغل بلاستيك ربع لمعه او نص لمعه او اي دهان فيه لمعه مهما كان. تمام؟ لازم الطبقه الاولى تكون مطفي. طريقه الشغل بعد التخفيف 20% طبعا في فيديوهات قبل كده احنا عملناها بالتخفيف. طبعا هتركب الروله بتاعتك زي كده، تحتاج عصايه زي دي، هتحط اي مفرش تحت منك عشان الارضيه عندك البلاط. قرب يا جماعه عشان تشوف الروله، عشان اوريك بس وانا بحط الروله. طيب الروله بتاعتك بتلمسها في المنطقه دي، شايفها اللي هي ده دي كده، وتنزل زي كده في نص دايره على وش الميه زي كده، وبعد كده تطلع تنفضها وتطلع على الجدار. طيب من نص الجدار بتاعك هتطلع زي كده، تمام؟ وتنزل تاني مرتين، بعد كده تخش على جنبها وتعمل حسابك ان الطبقه الاولى وتشرب معاها. تمام؟ تاني هوريكم الرولة بتاخد ازاي. طيب الرولة بتاعتك اهي، شايف بتلمسها في الشمال، تمام؟ لو انت شغال كده ماشي، لو انت شغال كده بيبقى من اليمين، تمام؟ فاحنا شغالين كده الناحية دي بنلمس وبننزل كده على وش الماية أو وش البوية أنا آسف. تمام؟ من النص برضه هطلع، طبعا عشان اللون أبيض والجيتار أبيض، فاللون أكيد مش هيكون واضح لكم.
لكن هو واضح بالنسبه لي. شايفين برجع بس مره واثنين مفيش اي مشكله. استعجلش. تمام، هنكمل بقيه الشغل على كده بقى. يلا تابعونا. خلاص خلصنا طبقه الاساس. تمام، لو في حاجه عندك مشكله في الحيطان ممكن تديها معجون على الدهن. بعد كده هندهن طبقتين بلاستيك نص لمعه، تمام، او دهان مائي نص لمعه. طبعا اللون الابيض عندنا مش واضح لك، لكن احنا هنشتغل دلوقتي. بسم الله، نبدا بالطرف باليمين او الشمال مش مشكله، نفس طريقتنا. عملنا فيديوهات كتيره قبل كده لطريقه الشغل الرولر. الوش التاني بيبقى سريع شويه. طبعا هوريكم لما تدخلوا البويه هتعرفوا. طبعا بتلمس البويه الرولر هنا كده وتنزل على وش البويه، بتاخد كده تبدا تحط الحيطه، تبدا من النص تطلع بزاويه كده تفرد تروح تاني خالص اهو، بعد ما تفرد ترجع تاني تعيد عليك. انا بحب امس على طول او اروح وهو طري. في ناس بتدي الجنب كله وترجع تاني تعيد عليه يبقى خشن معاك. لا، انا بحب اشتغل امس اول باول. بحب انا شغلي امس اول باول، يعني افرض جزء بجيبك مثلا نص متر زي كده. طبعا هزوق النهارده للون الزبون طالبه ابيض. بعد ما عملت شويه وبرجع على طول همسهم كده ايه تاني. في ناس بتتاخر فالبوق هتبقى خشنه معاها، لكن اول باول كده. تمام، وبكده يبقى طريقة كاملة من التأسيس معجون والدهان والتشطيب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، اكتب لنا كومنت. كان معكم محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.